رسالة من جميع الطلبة من جميع الشباب الغيارة والنساء الغيارة إلى كل من موجود داخل المنزل، إلى من يدعي الاحتفال، إلى من يدعي الهوية العراقية، إلى من يدعي بأنه عراقي. أين حضورك؟ انظر إلى هذا الحضور، انظر إلى هذا الحضور. لقد اجتمع الجميع، جميع الشباب ورجال وبنات طلبة كربلاء المقدسة في ساحة الأحرار من جدة التأمين سابقا التي سميت ساحة الأحرار بإذن جماهير كربلاء. دعوة لكم، دعوة لكم يا أهالي كربلاء ويا أهالي العراق الغيارة ويا شعب العراق برجاله وبرجاله وبأطفاله وبأمهاته وآبائه. احفظوا معنا في هذا المكان. لا تك على الكاذبين، لا تك على أولئك من يراهنون على وجهنا. وكتب هذه المظاهرات في المكانات العظيمة. لا تك على الشهداء، لا الشهداء في ركبة كل من جالس في الغرفة، كل من جالس في الغرفة، كل من يذكر الفرج ولم يأتي إلى هذه الوقفة. وكيف تكون في ساحة العراق وكيف